بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. يقول آية الله الملا الشيخ أحمد النراقي العارف الأخلاقي الكبير رحمة الله عليه: إن من أقوى الأسباب في جلب الأرزاق هو أولا إقامة الصلاة بالخشوع والالتفات، أي بمعنى قدر الإمكان تحاول ألا تفكر في الدنيا أبدا، حاول أن تجعل تفكيرك في الآخرة، تفكر في الصراط، تفكر في حساب يوم القيامة، تفكر بذنوبك، تفكر بشفاعة أهل البيت لك، تفكر في وحدتك يوم القيامة، تفكر في الله عز وجل إلى غير ذلك. ثانيا قراءة سورة الواقعة خاصة في الليل بعد صلاة العشاء، وقراءة سورة ياسين والملك في الصباح. ثلاثة أمور هي من أقوى الأسباب في جلب الأرزاق: إقامة الصلاة بالخشوع والالتفات، وقراءة سورة الواقعة في الليل بعد العشاء، وقراءة سورة ياسين والملك في الصباح. فجرب ولا تشك. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.